في بالهنا. النهاردة أكلتنا سهلة جداً وسريعة جداً وطعمة جداً. النهاردة أكلتنا عبارة عن طبق سمك سهل في منتهى السهولة وسلطتين. سلطتين؟ آه سلطتين. قلتلكوا قبل كده أن أنا بنتي فيجيتاريان، يعني ما بتاكلش لحمة، فلازم دايماً أبتكر سلطات وأبتكر أكل مختلف. هي مش ابتكارات دلوقتي، الواحد بقى يجرب، بيسافر، بيدوق، فبيرجع يحاول يقلد شوية طعم الحاجة اللي هو أكلها. وبصراحة أكتر سمك أنا عجبني جداً في عمايله الجريج، بيعملوا السمك بحاجة غير طبيعية. فالنهاردة السمك بتاعنا سهل جداً، عبارة عن سمك فيليه أبيض وزيتون وكيبرز اللي هو زي الزيتون الصغير ده، طماطم صغيرة، ملح وفلفل وبقدونس وبشرة ليمون. في غاية من السهولة وفي غاية من السلاسة وفي ثانية بيخلص. أول حاجة هنعملها هنقطع كل الحاجات دي صغير صغير. أهو نجيب سكينة ونبتدي نقطع سمك. السمك دايما بيتحب مع الليمون كتير جدا، بس مش كل الناس، يعني مثلا في السمك اللي بيتعمل سوتو سالي اللي هو الواحد مثلا يجيب له قروصايه حلوه كده يغسلها زي الفل من جوه، كله يحط جواها عودين بالظبط، عودين بقدونس تتقفل تتغسل كويس جدا حتى ما تتملحش من جوه ولا حاجه، وبعدين الواحد يحطها مثلا. السمكه دي ممكن اعملها لكم مره تانية، لان انا فعلا من اكتر السمكات اللي بحبها. وكل ما السمك ما يبقاش فيه، عارفين زي السنجاري بتاعنا اللي فيه بقى كمون وكزبره والحاجات دي كلها بتضيع طعم السمك. احسن حاجه في السمك انك تحس بطعم الحاجه اللي انت بتاكلها، مش بس السمك حتى اللحمه. ما بحبش الشغل الكتير، السبايسز الكتير، البهارات انتوا فاهمين انا قصدي ايه طبعا، فاهمين صح؟ هنقطع كده، انا مش عايزه اكتر بصراحه من الطماطم، اهو كفايه كده طماطم. هنجيب شوية زيتون، الزيتون ده اسباني. الزيتون عندنا في مصر لا يعلى عليه، خصوصا بتاع سيوة وبتاع الواحات، فعلا زيتون حلو قوي. المشكلة فينا احنا لما بنيجي نعمله بيبقى مليان ملح، الملح عندنا غير طبيعي، فعلشان نقلل نسبة الملح اللي في الزيتون، انتوا طبعا عارفين نعمل ايه ولا اقول لكم؟ هي حاجة سهلة جدا بتهيألي كلنا عارفينها، بس برضو خليني اعيد واقول لكم عليها. ولا حاجة، نحطهم في شوية مية مغلية ونسيبها شوية فالملح يقل بس خلاص. الزيتون على قد ما هو كويس وصحي وبنطلع منه زيت الزيتون والحاجات دي كلها، إنما كم الأملاح اللي فيه وكم طبعا الضغط العالي اللي بقى عندنا في، يعني ده بقى الطبيعي عند الشعب المصري. كل واحد يقول لك صباح الخير أصل أنا عندي ضغط وسكر، ده الطبيعي إن كل الناس بقى عندها ضغط وسكر من اللي بيحصل فينا. فبقطع كده الزيتون بسرعة، الكيبرز مش هيحتاج يتقطع قوي. هحط على اللي انا قاعده بقطعهم دول بشر ليمون وملح وفلفل اهو، وشويه زيت زيتون قد النقطه اهو. اوكي اهو، مش لازم اخلص كل الزيتون، انا بموت في الزيتون يا جماعه بكل اشكاله بكل اطعمه. نشيل الزيتون دلوقتي نحطه هنا. اللي انا محتاجه بول، فغالبا اللي هعمله نحط ده مع ده، واحط دول كده كلهم هنا مع بعض. يعني مش ممكن السلاسه والسهوله، يعني ما بتاخدش وقت، نضيفه. هجيب شويه كليناكس، ماني مش محتاجه قوي عشان نشيل الطماطم دي. قبل ما نبتدي بقى الحكايه دي، انا قلت لكم اهم حاجه فيها الكيبرز، حطها هنا اهو.
كيبرز، هحط الكيبرز كلها لانها بتعمل طعم رهيب. فلفل اسود مجروش، وشويه ملح مش كتير، لان انا قلت لكم الكيبرز في الزيتون ده ما فيهوش ملح تقريبا خالص، ودي احلى حاجه فيه. السمك هنحطه على طول في فويل، شوفوا انا مجهزه كمان الفويل مقطعه. هجيب المعلقه اللي هنعمل بيها الخلطه بتاعتنا دي، هحط عليها بشره ليمون، ليه لا، اهو الليمون وهي المبشره. بشر الليمون بيديك نكهه الليمون بس مش العصير بتاع الليمون، يعني بص، وحركه واحده بس، تنزل مره وتطلع، تنزل مره وتطلع، ما ترجعوش تاني على نفس الحته، لان الابيض اللي في الليمون ده هو اللي فيه المراره. احنا مش عايزين مراره الليمون، احنا عايزين ريحه الليمون، ومش عايزين عصير الليمون دلوقتي. اوكي اهو، نكون فاتحين الفرن على 180، ندخل كده بايدينا. ايوه بالظبط، هو ده اللي انا عايزاه. عظيم جدا، حتى كده سلطه لو انا عايزه اقدمها كده كسلطه مش في سمك بتبقى لطيفه جدا. قلت لكم النهارده عامله سلطتين ان شاء الله يعجبوكم. ننضف هنا شويه، الست الشاطره تنضف على طول وراها. اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا هاخد الفليهيه كده، انا هنشفها، انا بحب شخصيا انشف الاكل قبل ما اطبخه، بيفرق جامد جدا جدا جدا. نشفتها اهو، اهو حط شويه ملح صغيره جدا، لان احنا عندنا اوريدي شويه ملح في ال، ونسيت اقول لكم نحط شويه زيت زيتون صغيرين جدا 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 على السلطه بتاعتنا دي اللي هنحطها على السمك. ونقوم عاملين كده، وانا من عندي هحط شويه كزبر او بقدونس. يمكن الحاجات دي ما قلتهاش في التنويه اللي في الاول اللي بيقولوا عليه تنويه، بس كده بتهيألي شكلها يتاكل كمان وهي نيه. انا بموت في شكل الحاجه قبل ما تستوي، لو الحاجه شكلها عاجبني قبل ما تستوي ده معناه ان طعمها هيبقى حلو قوي. السمك ده احنا هعمله كارتاتشو، بالطلياني بيقولوا عليه الكارتاتشو، يعني ان الواحد يحطه بالطريقه دي بالظبط ويقفله كده زي بارسل، زي ما تقولوا بتاع اللي واحد بيحط عليه تبع بوست، اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ظرف. اعمله كده في الظرف ومدياله فرصه ان هو يتنفس شويه، هحطه كده. وانا جايبه لهم اهم هحطها كده، لا خلوني احط واحده علشان لو نزلت من اكتر حاجه بتضايقني غسيل الصواني لما يبقى فيها حاجات محروقه. ودي الطريقه دي كده، نجيب برضو واحدتين ورق علشان الحاجه ما تبقاش مايه. السمك من اهم الحاجات اللي احنا المفروض لازم نديها لاولادنا على الاقل مره في الاسبوع. للاسف السمك دلوقتي كلنا بنحاول ناكل سمك لان اللحمه غليت جدا والفراخ نفسها غليت جدا، فبالنسبه لنا السمك هو الاوبشن اللي المفروض كلنا ناكله، السمك البلطي مثلا بتاع مصر. بس طبعا بعد ما الواحد بقى بيسمعوا عن الحاجات المصارف اللي بتترمي في النيل والحاجات اللي بتحصل عند المنزله والكلام ده كله، لازم دايما نعرف مصدر السمك اللي احنا جايبينه من فين. يعني احسن سمك قشر بياض مثلا بيجي من عند ورا السد من بحيره ناصر. اي ما تيجوا تسالوا سمك من فين السمك ده، دي حاجه لازم تعرفوها وتسالوها دايما. السمك طبعا ده اللي انا بعمله هو السمك المتوافر في كل السوبر ماركتس اللي هو السمك الابيض الفيليه ده. بس طبعا لو لقينا سمك هامور او لقينا السمك اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو القشر البياض، يبقى احلى مليون مره اهو. والكارتوتشو برضو تاني بتاعنا هحطها في النص عشان نعرف نقفلها بالمنظر ده اهو.
هيقعد السمك. السمك ما بياخدش وقت كتير خالص يا جماعه على فكره في السوى، يعني بكترها مثلا ربع ساعه هتلاقوا السمكات دي كلها خلصت. اخر سمكايه معانا تتنشف. ها حافظين اللي هيحصل؟ لازم السمك يتنشف، اي اكل لحمه تتنشف، فراخ تتنشف قبل ما نبتدي نسويها. والحاجات برضو اللي بتساعد على طهي اللحمه حلو والفراخ ان احنا نطبخها من درجه حراره الغرفه، يعني ما نطلعش اللحمه من الثلاجه تكون في الفريزر وغسلينها مثلا الفرخه ومن الثلاجه على النار على طول، لا سيبوها تهدى شويه، سيبوا الاكل دايما يهدى شويه، طبعا مش في حر، لا بقول درجه حراره الغرفه اللي هي معقوله. طبعا السمك لو احنا حطيناه في حته مفتوحه بدون اي، والفراخ واللحمه حر هيبوظ، بس يعني اللي قصدي انه ما يبقاش من ساقع لسخن، مش عايزين الشوك دي لانه بيخلي الاكل يجمد اهو. سهله جدا جدا جدا. لو عايزين نحط شويه زعتر نحط. هو الاكل كله تجارب، كل واحد بيحب طعم حاجه زي ده يزودها، مش شرط ان دي تبقى الريسبي النهائيه دي، لا ابدا. كل واحد عايز يعمل طعم حاجه بيحبها زياده يحطها. انا شخصيا بحب الزيتون والكيبرز والطماطم، فمش عايزه اكتر من كده. اهو جهزوا، هندخلهم الفرن لمده ربع ساعه تلت ساعه، هنروح فاصل وهنرجع على سلطتين ما حصلوش. اشوفكم بعد الفاصل. رجعت لكم تاني مع السلطة اللذيذة اللطيفة الجميلة السريعة. أول حاجة هنعملها الجواكامولي. الجواكامولي دي سلطة مكسيكاني، دي أكتر حاجة ابني بيحبها. أنا أسفة إن أنا بكلم كتير عن ابني وبنتي، بس هي دي حياتي، أنا أم وبعمل الأكل للعيال في الآخر، ونفسي يعجبكم زي ما بيعجب عيالي. أول حاجة هناخد الجواكامولاية دي، أقول لكم أول المقادير. دي أفوكادو، أوكي؟ لازم الواحد يشتريها طرية، ما يشتريهاش ناشفة، لما تبقى ناشفة معناها أنها مش مستوية، فمش هتدينا الصلصة أو السلطة اللي إحنا عايزينها، بتبقى ناشفة وطعمها مش حلو. حتى فيتاميناتها هايلة على فكرة الأفوكادو دي، للشعر، للإيدين، للضوافر. بصل أخضر، كزبرة متقطعة صغير قوي، ملح، ليمون، ثوم، وشوية زيت زيتون. هعملها لكم، هعملها قدامكم. وهقول لكم التركه، الحاجه اللي في الافوكادو ان هو بيسود بسرعه جدا، فالحاجه اللي بتخليه يفضل ماسك نفسه هي البذره، فالبذره ما نرميهاش على طول. اول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين كده، شايفين اهو اهو، بنقطعها زي المانجا تقريبا، هي شبه المانجا شويه بس طعمها عظيم. بالمعلقه ننزلها كده في الطبق. اوكي دوشه يا اماني دوشه اهو. تاني هنعمل نفس الحكايه. السمك ريحته بدات تطلع لطيفه والله مش بطاله اهو. هجيب شوكه علشان افعص الحاجه، مش هفعص يعني عشان الحاجات تدخل جوه بعض، معلش انتوا استحملوني في الكلام اللي ساعات بقوله، يعني كانكم واقفين معايا في المطبخ في البيت. ما هي دي الفكره بتاعتي، ان انا اجي كانكم قاعدين عندي في البيت، وانا عاده لما بستقبل الناس بستقبلهم دايما عندي في المطبخ، مش ان هو اوبن كيتشن، لان احنا بيوتنا ما ينفعش اوبن كيتشن، اكلاتنا ما ينفعش اوبن كيتشن. تخيلونا كده واحنا بناكل فته عارفينها مخل وتوم دي وعاملينها في اوبن كيتشن، بيتنا يفضل ريحته عامله ايه لمده قد ايه. اوكي اهو هزود شويه ملح. ايه الحاجه برضو اللي ما بتخليش طعم الافوكادو يغير؟ ليمون. مش هنحط ليمون كتير، انا هحط نص ليمونه. اهو احط البصل الاخضر، انا بحب البصل الاخضر كتير بصراحه، انا من وانا بيبي باكل بصل اخضر. هنحط كزبره متقطعه صغير قوي،
نحط شويه ملح كمان. التوم اوبشنال، يعني ناس كتير جدا بيعملوه بالتوم، بس انا مش هقول ان انا مش توم بيرسون، بس مع الجواكامولي بحب اكل الحاجه كده. يعني الافوكادو ليه طريقه، ليه 75 طريقه الواحد يعملوا بيها. يعني ممكن مثلا نعمل افوكادو زي ما انا عملتها كده، ونحط لها شويه ليمون وشويه يعني شطه، بس مش عايزه اكتر من كده. مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى هايل وحلو قد ايه. بص اهو، هحط لها شويه فلفل اسود اهو. وتخيلوا كده يا جماعه السلطه خلصت. لا ده الفلفل الاسود اهو. هو الافوكادو عايزه اقول لكم تاني ان هو اويلي قوي. يعني ايه اويلي؟ يعني مزيت. بس برضو ريحه زيت الزيتون حاجه تانية خالص لما تتحط عليه. فخلوني اقدمه ونحط عليه شويه زيت الزيتون. لحظه واحده انا هحطه هنا. اهو جواكامولي. انا عملت اسهل واسرع طريقه، وصدقوني هيعجبكم جدا جدا جدا. كانها سلطه، بصوا كانها، عارفين زي البابا، زي البابا غنوج والحاجات دي، بس بتتعمل في ثواني، ما بتاخدش وقت اهو. هزود لها شويه زيت زيتون وهوريكم هاكلها بايه. احلى حاجه عندنا العيش البلدي، خصوصا لما بنحمصه، احلى مليون مره من الشيبس والحاجات اللي الواحد بيجيبها مغلفه ومعموله. يعني اي ست بيت لو عندها شويه، لا مؤاخذه ايوه كده تقال قوي البتوع دول، بس ماشي الحال. اي ست لو عندها عيش بلدي اهو، فين العيش البلدي؟ طبعا لما بيجي يقدم كده ويبتدي يبقى بايت، انا هخلي دي لغايه لما المعازيم يجولي، دي مش هتخلي لونها يغير، مع طبعا الليمونه اللي انا عملتها. خلوني احطها لكم هنا كده. ده احنا خلصناه، نشيل دول كمان هنا ورا. بقدمه بقى مع ايه؟ بقدمه مع عيش محمص اهو. بصراحه العيش ده انا ما حمصتوش، لان العيش ده حلو وطازه لسه جاي، فصعبان عليا ان انا احمصه. بس لو في شويه عيش محمص يا سلام، يبقى هايل معاه اهو. جواكامولي مع العيش. دلوقتي هنبتدي السلطه الثانيه اللي انا بحبها جدا جدا برضو، وهي سلطه خضار على سلطه فروت. ما تفهموش، هي برتقان وتفاح، دلوقتي هقول لكم عليها. لطيفه جدا برضو. لطيفه جدا الجواكامولي دي. طيب ايه بقى السلطه اللي جايه؟ السلطه اللي جايه عباره عن، اتفضلوا اهو، هي دي الحاجات اللي هنستعملها في السلطه اللي جايه. خلوني اجيب البوله اللي هنعمل عليها، بس ننضف هنا جنبنا حلو. هجيب البول اللي هعمل فيه السلطه، الوانها تجنن. على فكره كل ما السلطه يبقى فيها الوان كتيره، كل ما الانتي اوكسيدنتس فيها بتعلى. اوكي هنبتدي. اول حاجه عندنا فيها ايه؟ تفاحه. سلطه وتفاحه، اه تخيلوا سلطه وتفاحه. الاول اقول لكم السلطه فيها ايه، لان انا ما قلتلكوش السلطه فيها ايه. فيها تفاح، فيها برتقان، فيها عين جمل اللي انا عايزه اسخن له دلوقتي حالا الطاسه عشان احمصه. انا بحب دايما احمص الناتس بتاعتي، او اللي هما استنوا بس عشان نفتح الفرن كده، نفتح ده هنا كده ايوه، يلا شويه كده، ونقوم حاطين عين الجمل عشان يتحمص، طعمه بيختلف خالص. المكونات عندي عين جمل اهو هناك اللي هحمصه، عندي برتقان، تفاح، جرجير، انديف. انديف ده نوع من انواع الخس، ممرمر شويه بس طعمه هايل مع السلطه. جبنه روكفور، وطبعا اللي لا يعلى عليه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا ربنا عملها لنا، جرجير. ده انا زرعاه في البيت، مش ده يعني، بس انا زرعه جرجير في البيت طعمه هايل. شويه خل ابيض، ليمون، وبس خلاص. نبتدي بقى مع بعض نعملها، وزيت زيتون طبعا. هنبتدي نعملها. اول حاجه هنعملها هي ان احنا
هنقشر البرتقانة، هوريكم طريقة تقشيرة البرتقانة كده، شايفين ازاي؟ مش عايزة اي حاجة من الابيض ده، انا كل اللي انا عايزاه البرتقان بدون الجزء الابيض اللي فيه، مع انه هو على فكرة الجزء الابيض ده اكتر حاجة فيه الفيتامينات وكل الحاجات المهمة اللي في البرتقان، بس اللي احنا عايزين دلوقتي مش عايزين فيتامينات، احنا عايزين طعم حلو. اهو شلت كل الابيض. دلوقتي بقى هنعمل حاجة اسمها تو دايسيكيت، يعني نشيل شايفين من الجنب ده للجنب ده كده اهو، ده اللي احنا عايزينه، نطلع البرتقانة هكذا. طلعت ما طلعتش، انا كنت عاملة دول الاول بس قلت لازم برضو اوريكم ازاي الواحد بيطلع البرتقان بدون القشرة. اهي ما طلعتش، استنوا هجيبها من الناحية التانية، عادي جدا يا جماعة بتحصل. اهي شايفين طلعت ازاي، ما فيهاش القشرة خالص باينة. وهعمل كله بقى بالاسلوب ده. انا كنت عاملة اوريدي برتقانية، واللي عايزة كمان نص عصير برتقانية، فانا ما كنتش مكملة، قلت لما اعمل دي على الهوا هاخد العصير بتاعها. البرتقان طبعا في الصيف، البرتقان الصيفي لا يعلى عليه في جماله، وعصير البرتقان الفريش. الباقي هعمله عصير، مش هنسيب اي حاجه من البرتقانه، هنبهدلها، هنعملها كده اهو بالظبط. اهو خدنا كل حاجه من البرتقانه اهو اهو، خلصنا كده دول، هشيل دول لحظه واحده، ونجيب ده. هنرجع حالا 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 اهو، البرتقان خلاص كله كده تمام، يبقى برتقان جاهز. التفاحة هنقطعها دلوقتي، اللي هنعمله زي ما قلنا الستات مالتي تاسكينج، 75 حاجة بتتعمل في نفس الوقت، هكسره كده وحمصه. صدقوني تحميص النقليات دي، مش بقوليات، اسمها مكسرات، هي اسمها مكسرات، بس هنحمصها شوية ودي هناكلها شوية. نيجي للتفاحة وهنعمل برضو نفس الأسلوب، مش نفس الأسلوب قوي يعني، عشان أنا ما بحبش أرمي كتير من التفاح، بس نشيل القلب بتاعها كده. القلب خلاص اتشال. التفاح مع البرتقان مش هيسود زي ما بنحط له ليمون، او انتوا عارفين طبعا. اوبس بيحصل برضو. ومش هنقشرها، احنا قلنا كل ما الالوان بتزيد في الحاجه كل ما شكلها بيبقى احلى حتى في الاكل. اهو نقطع نقطع خلاص. هرجع دلوقتي حالا للعين الجمل عشان ما انساهوش. كله كده مره واحده. اوكي نرجع لهنا، ريحته بدات تنام شويه. اللي هعمله دلوقتي اني هجيب بقى الجرجير. الجرجير عشان ما يتبلش نحطه في كوباية زي دي بشوية مية، ونرشه بشوية مية ونحطه في التلاجة، يفضل على طول حلو وفرش. اوكي هقطع كده الجرجير، ما بحبش بقى في كل الخضروات والحاجات دي استعمل اي سكاكين، طبعا الخس اكتر حاجة بيبان فيها الفرق. انا هاخد بس الورق بتاع والله ليه ولا بس الورق، احنا ناخده كله، انا بحب الجرجير اهو. الانديف اللي قلنا اللي هو عامل زي الخس، هاخده واقطعه كده، هو خس بالظبط اهو. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا الجواكامولي اللي معمول من الافوكادو،
وده كويس جدا يا جماعه للولاد. انتوا مش متخيلين كم الفايده اللي الواحد بيعملها لاولاده لما بيعودهم على اكل السلطه. والسلطه مش بس الخيار والطماطم والخس، ابوس ايديكم، خلوا الاولاد دايما يبقوا منفتحين انهم ياكلوا خضره رو، مش يعني خضره مش مستويه. التفاح الالوان بدات تظهر بتقلي مع بعضها. دلوقتي حالا هنعمل الصوص وهتفهموا انا قصدي ايه. الالوان تجنن، خلوني بقى ارمي الحاجات دي كلها. احنا فاضل لنا ده وده وقشر البرتقال ودول خلاص. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، شكرا الف شكر. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا في بوله اللي هي دي اللي عصرنا فيها البرتقال، هنحط معلقه واحده خل عنب ابيض، هنحط طبعا البرتقال ده انا عايزه احطه كده. شايفين الالوان الاخضر مع الاحمر مع الاخضر الغامق مع الاخضر الفاتح كده بالظبط. الاكله دي عباره عن ايه؟ عباره الحاجه الاساسيه هي الجبنه الروكفور. مش عايزاكم تتقرفوا مني ان انا بستعمل ايديا، بس مين فينا ستات ما بتستعملش ايديا وهي بتشتغل؟ او رجاله. انا بحس ان الواحد لازم يحس بالحاجه هو بيعملها بايديه كده. طب والله شكل يعني عارفين لما يقول لك النفس او الانرجي الطاقه اللي جوه الواحد بتبان في الاكل ده. الجوانتيات بقى والمونتيات والكلام ده ما بعرفش اتعامل معاه خالص. اوكي اهو دلوقتي هاخد بقيه ال سوري ايوه كده، احط ده على ده. واحنا حطينا خلاص الخل، يبقى ده خلاص وده خلاص. هناخد قشر البرتقال هنحطه هنا، دول خلاص هنا كده. خلوني اغسل ايديا، هنحط شويه زيت زيتون وليمون زيت زيتون قالوا ليمون، هنحط شويه زيت زيتون وملح وفلفل. واهم حاجه نسيناه، مش تفكروني يا جماعه السادة المشاهدين، اهو ايه بقى اكتر من كده؟ ايه اكل احسن من كده؟ ها مفيش. شويه زيت زيتون اهو، شويه محترمين، شويه ملح وشويه فلفل. خلوني عشان الحاجه تبان اكتر اعملها كده، واجيب المعلقه ونقلب نقلب 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 نقلب. ومعلش انا لازم اجربها. بيرفكت بيرفكتيون، هايله. وطبعا احنا عاملين الاكله دي مع ايه؟ مع شويه سمك هايلين في الفرن دلوقتي حالا هيطلعوا برضو اهو. بشر البرتقال برضو يا جماعه بيعمل فرق جامد جدا في الصوص ده. انا مش هحط الصوص ده كله، بس انا الصوص ده ممكن استعمله على اي سلطه تانية عندي، اي سلطه حتى لو شويه جرجير، لو اي حاجه عندي شويه خس هتبقى زي الفل. اوكي اهو كده خلصنا خالص الحاجات دي. دلوقتي بقى نروح نجيب السمك، بس ننضف وننضف الحته هنا الاول اهو. يا استاذتي كلكم يا رب تعجبكم بجد السلطه دي والسلطه دي والسمك. هشيل الملح. السمك بقى الواحد يقدمه مع ايه؟ الانجليز دايما يقدموا السمك مع بطاطس. عشان كده انا عايزاكم لو تاخدوا بالكم لما بنيجي نعمل في مصر الصياديه، بنعمل الصياديه بكذا طعم وبكذا شكل. يعني في الحته اللي كان فيها الانجليز مثلا، هي الحته ناحيه السويس والاسماعيليه والحاجات دي، هتلاقيهم دايما بيستعملوا بطاطس في الصياديه. في اسكندريه ما تلاقوش بطاطس في الصياديه. لو تفكروا فيها كده هتلاقوا ان هكذا الدنيا بتمشي. ناخد بقى واو
السمك تقريبا خلص خلاص. استنى هفتحه لكم. اوبس، شايفين البخار طلع منه ده واحنا مع بعضينا عملناه. هو بيتقدم كده زي في البوت بتاعه. عندنا الطبق بتاع التقديم اهو، يبقى اهو افوكادو، سلطه الاوروكولا والانديف والبطاطس والحاجات دي كلها اهو سخن نار. بالشوكه بقى انا هدخل حالا معاكم ادوقه لكم. وخلصنا خلاص. كانت حلقه لطيفه جدا، هيلثي جدا، في منتهى الهلفنه، يعني في منتهى الصحه، ولا والحاجات اللي مش محتاجه اي حد فيها يتخن ولا اي حاجه. اوبس، لزقت. بيحصل يا جماعه، مش عايزين اهو. وكل واحد ياخد في طبقه السمكيه بتاعته، وبالف هنا وشفا، وبالهنا بس. اشوفكم في الحلقه القادمه. باي باي. Thank you.